العلم ما بعرف. أتوا إلى الدنيا كباراً، عرفوا البرد والجوع والخوف، ولم يعرفوا اللعب والحرف والقلم. يمتلكون القدرة على التفريق بين أنواع الطيران الحربي والقذائف التي تسقط على بلداتهم وقراهم. اعتادوا على مناظر القتل والمداهمات والاعتقال لتصبح من يومياتهم، وأصبح النزوح أسلوب حياة لم يعرف كثير منهم غيره. دائماً ما يكون الأطفال الضحية الأولى لصراعات الكبار، وأطفال سوريا ليسوا استثناءً من هذه القاعدة، فقد شهدت سوريا مقتل كثيراً من أطفالها منذ انطلاقة الاحتجاجات في عام 2011، ولكن عام 2018 كان الأشد فتكاً بالأطفال بحسب منظمة اليونيسف، حيث لقي ما يقارب من 1000 طفل مصرعهم في هذا العام وحده. ولكن دائماً تولد من رحم المعاناة وفي صحرائها القاحلة أنوار الأمل المتمثلة بالمنظمات الخيرية والجمعيات المدنية التي تعمل على مساعدة هؤلاء وجعل واقعهم أقل سوءاً. ففي سوريا يحتاج 5.5 مليون طفل للمساعدة بحسب إحصائية لليونيسف. في الشمال السوري، حيث كثرت المشاريع التي تعنى بالأطفال كمشاريع الدعم النفسي التي تقدمها منظمات إنسانية، منها شبكة حراس لدعم الطفل، وهي منظمة متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، تأسست عام 2012 في مدينة داريا، وبدأت أنشطتها بالتوسع، تهدف إلى دعم الطفل وحمايته من أي عنف يمكن أن يتعرض له، ونشر التوعية حول حقوق الطفل وخلق بيئة آمنة له. أطفال سوريا كانوا وما زالوا الأمل الواعد في مستقبل أفضل، فهم من أشعل شرارة الثورة السورية، وهم من دفع أول الأثمان. أطفالنا ولا شك أن سوريا ستصل معهم إلى بر الأمان الذي يرجونه لها، وسيتم إعمارها بأيديهم.